البطاقة الحمراء لهذا الأسبوع على جزئين. الجزء الأول يتعلق بهذا الاسم الذي أدخل الفرحة لأنصار مولودية وهران، لمدينة وهران، للمنتخب الوطني. ونعود بكم لسنة 1978 ونيل الجزائر لتاني تتويج لها في تاريخ الجزائر المستقلة بعد الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 75. جت الميدالية الذهبية للألعاب الإفريقية أمام منتخب نيجيريا في النهائي. وبالكدروسي رحمة الله عليه، سيد أحمد بالكدروسي كان صاحب التمريرة الحاسمة للهدف الوحيد في هذه المواجهة. شاهدوا ثم نعود للحديث عن البطاقة الحمراء. الجزائر باستضافة أكثر من 5000 رياضي إفريقي إلى جانب الدول الصديقة. فوق ساحة ملعب 5 جويلية المكتظ عن آخره، كانت المعركة قاسية وشرسة بين الفريقين لنيل اللقب. بعد هذا الهجوم الخطير قام بالقدروسي بإرسال نحو بن الذي كان في وضعية حسنة للتسجيل رغم محاولته الأولى الفاشلة، وشجع هذا الهدف الفريق الجزائري وضاعف من مجهوداته بهجومات متكررة، مما جعل الخطر محدقا بالمرمى النيجيري ولكن بدون تسجيل أي هدف. إيغيلي بسرعة، إيغيلي ناحية بن الشيخ، قرب لبعضهم اللاعبين كثيرين. محيوز هائل بالكدروسي، جميلة بن الشيخ، الآن في هربة بن الشيخ، حذري من التسلل بن الشيخ، بن الشيخ ينطلق، بن الشيخ يورد الكرة ناحية من؟ ناحية بطروني، كان متخلف قليلا، يتعرض دفاع حقيقة. بن الشيخ مستميت خطة حكيمة مضبوطة. بن الشيخ الآن لمن؟ لبالكدروسي، بالكدروسي بطروني، بالكدروسي يصبع على الجهة اليمنى قريب منه بطروني، بن الشيخ باتروني ما يقدرش يتعدى ويعرقل وبالأنوار، والحكم يعطي مخالفة، يعطي النهاية بانتصار الجزائر على نيجيريا بهدف مقابل صفر في لقاء كان حقيقة ساده اللعب القوي، نقدر نقول اللعب الرجولي اللي كان تطلب اللقاء هذا أمام هذا الفريق العنيد القوي فريق نيجيريا. واستطاع اللاعبون الجزائريون بفضل رزانتهم وتحكمهم في أعصابهم أن يتفوقوا على هذا الفريق القوي بتاع نيجيريا كما تفوقوا على غانا بهدفين مقابل صفر، وهكذا بفضل الخطة الحكيمة المدبرة. الله يرحم محمد خديس، الله يرحم جمال كدو رحمة الله عليه، شفناهم في الصور، كمال عويس رحمة الله عليه، مهدي سرباح أيضا رحمة الله عليه فكرناك شوية في اليامات، ولكن الذكرى أليمة، الذكرى أليمة، لأننا سنتحدث عن سيد أحمد بالكدروسي الذي وافته المنية في شهر أوت الماضي. الرجل كنا قد زرناه، الهداف كانت زارته في منزله، هذا المنزل اللي فيه الزوجة تاعه والبنات تاعه. تصوروا هذا الرجل الذي أعطى للجزائر كل ما عنده كلاعب وكرياضي، عائلته ستجد نفسها في الشارع بعد أيام، وسيشرح لكم ذلك علي بن شيخ بعد قليل. لكن بعد أن نشاهد هذه الصور لنتذكر الأيام الأخيرة للرجل الذي عانى في أيامه الأخيرة قبل أن توفيه المنية. باب حنيني غيابك تنفني دوخات، بابا يا باب حنيني في رمشتين دار خلات، بابا يا باب حنيني غيابك تنفني دوخات، بابا يا باب حنيني في رمشتين دار خلات. تعبت
علي يقهد سنين خليت كتافي عريان الله يرحمك يا الحنين. السلام عليكم، نشكر كاع القناة الهداف اللي جات عندنا للدار. ما تخلوش بابا وحده، راهي سوفري، عاونو بابا. يا بابا حنيني غيابك تلفني نوقات، بابا يا بابا حنيني في رمش العين دار جنات. بابا كنت صديقي في الدنيا انت لك مكان، في الصبايا كنت رفيقي اكلتني بيدك الحنان، معاك عملت طريقي قريتني لغة الالوان. شكون اللي برد حريقي غيابك في دخالي نيران، يا بابا حنيني. هذا جوير اللي الى دوني دو بونور او بيبل الجزائريان، الى دوني دو بونور او بيبل الجزائريان. مينتينون اليوم اليوم الى بيزوين دو تول موند، الى دوني دو لا جوا في المولوديه، الى ايتي لان دي مور افونسون تاع المولوديه. مش عارف انا يا وهذه في هذه وهران كيس كي سباس. مر علي فنيتو همك علي مخبيه، المرار اللي جرعته يا بابا ما ننسيه. الحب معاك عرفته يا بابا غديتني بيه، كي درت الولاد حسيته يا بابا فهمت معانيه. ما تخليش بابا وحده، راهي سوفري، عاونوه باش ما تزيدوش يموت مرة ثانية. الرجل مات وما زال ما لحقوش على ما أعتقد 40 يوم على وفاته، لو أو تجاوز أي بأيام قليلة. لا تقتلوا الرجل مرتين، الرجل في قبره رحمة الله عليه، إن شاء الله يكون من اللي يكونوا في جنة، من أهل الجنة يكون في جنة الفردوس إن شاء الله. لا يموت مرتين بأن تضع عائلته في الشارع، وأعي ما أقول، العائلة قد تجد نفسها في الشارع. عائلة سيد أحمد بالكدروسي رحمة الله عليه، ربما كان البعض لا سمحهم الله يقولك من هو سيد أحمد بالكدروسي، معليش ربي يسامحكم، لكن نزيد نعاود نكرر، اي قاتلكم بنتو هو في الحياه، عاونوا بابا ما تخليوهش راهو يسوفري، مانيش حاب يزيد يسوفري وهو في قبره رحمه الله عليه. علي بن شيخ، الامر تجاوز كل الحدود. سيفري تجاوز كل الحدود. على كل حال باش يعرفوا الناس بلي سيد احمد بالقدروسي، ما تكلموش هكا، هضرت على لاكارير تاعو سكي لا دوني بور سبيي en tant qu'international في ليكيب A، en tant qu'international غانا في ليكيب de la police، لعب غانا في ليكيب تاع الشرطة، لمسيو فريمون وإنسان هايل كيما يقولوا. كان مشكل تاع لابارتومون هذه بلا ما ندخلوا في واحد لي ديتاي، أمور عائلية. نعم أمور عائلية. اليوم الزوجة تاعو بناتو مور 40 رايحين الدار هذيك راح تتباع ويتحاوز مرتو، تحاوز للشارع، صادير مرتو من الغدوه تولي ازدياف وتكون في الطروطوار مع البنات. ولهذا ونزيد نعطيكم معلومه، الدنيا كيفاش دايره الجزائر، ا مومون دوني على بالك بلي كانت ما عندهمش ميم با تدخل الكوزينه، ما كاش باش الاكل. الا فالو انسان
كتر خير. وعلى كل لاحق لاحق هو العائلات والآخر لاحق وين حافظ بالعباس اللي نحييه ونشكره هو قناتك اللي تكلم مع هذا الإنسان وكي شاف هكذاك عرف التليفون كما يقولوا ولا القضيان كاين الخير كذا باش ياكلوا هذوك البنات استقلنا الجزائر باش يلحقوا مساكن نصب واش فريجيدار معمر سي با بوسيبل واش عليه هنا واش نطلبوا نطلبوا ان شاء الله الدور تاع وزاره الشباب والرياضه والدور تاع الولايه حرام وممنوع مرت واحد اللي مد الجزائر ومن شارك اللي طلعوا العلم تاع الجزائر تروح للشارع. ولو انا كنت نتكلم في هذا اللي في زيميسيون تاع الهداف مده سنوات انا من الناس اللي كنت نقول كاع النساء اللي باتوا في الطروطوار انا نشوفوا فيهم باولادهم نشوف كنت نتكلم كاع عليهم. بون كيما قال لك اللي منتظر بصح اليوم سيد احمد اون اكسبترا با مرتو تروح للشارع. واحد ما يقبلها هذه. احنا ان شاء الله كاين رجال في هذه البلاد اللي يتبعوا الاخر ان شاء الله الزوجه هذه تاعو هذه البنات هادو عنده البنات هو يعطيو لهم لوجمون مام لوجمون سوسيال. هي قالت لك اعطوني ندير راسي برك نسطر بناتي ونسطر روحي نسطر بناتي ونسطر الاسم تاع هذا السيد. هذا ما كان ما دوموندادش كيما راهم في الفيلات ولي ديبلكس ب 7 مليار ولي كات كات ويا ربي وكان يونكيتي وعليهم ما نعرف واش يصيبوا هاد الناس هادوما. هذا مد الاخرين ما مدوا والو وهم كاسبين العجايب وهذا مد الجزائر خويا. انا بيرسونيلمون ما نجمش نقبل غدوه نسمع مرتو راهي في الشارع ولا ما رجلوش. لازم حنا كسيتوايا الجيريا واللي سبورت اللي يحبوا السبور لازم كاع نديروا حمله ونطموا له ولا نيمبورت كوا باش هاد المراه تستر. خاطرش مراه لازم تستر عا سي با بوسيبل صح مرت لعاب وبنات معها ولاعب شكون من لاعب الى دوني تاني بروبليم سي جاب كوب دالجيري لو والي دورون اي بو ريغلي سو بروبليم اون فراكسيون دو سكوند اي بو ريغلي سو بروبليم وان شاء الله يسمعنا ويريغلي هاد المشكل هذا باسكو سي با نورمال. سي با نورمال كو دي جوار ما يعرف كاين سيرتان ما يعرفوش ما يميريتيوش يلعبوا في ديفيزيون اون بارفوا ميم دو يتوش دي مليار وبصحتهم. والسيد اللي كان يفنن وميداي دورسي كراسا لو هو اللي عطاني باش انا مسجلت وطلع الاعلام هذا به اليوم مرتو تصبح الشارع هذه ماشي مقبوله سامح لي. محمد قاسي سعيد تعرف جيدا الرجل وبالتأكيد تفاجأت بسماع هذا الخبر. لا كنت سامع به رضوان ولكن ما كنتش مآمن دوكا وعلي زاد كونفير المالي. أنا نتساءل أنا يعني الناس هذو اللي مدت الجزائر هاد الناس اللي تمد الجزائر يعني دائما تصيبهم يطرفوهم ولو الإنسان مات سيد أحمد الله يرحمه ويوسع عليه. نحيي قناة حفيظ بن عباس لاوي يدير بعمل كبير باش يعاون العائله هذه. نحيي الاسم تاع سيدي احمد بالقدروسي نشوفوا المراه والبنات ثلاثه هذوك يعني مواطنه جزائريه مع ثلاث بنات تاعها ترميها للشارع غير مقبول غير مقبول. نديروا نداء للوالي تاع وهران اللي هو يحب كره القدم وكان زار سيد احمد في بيته ولا في المستشفى يعني ما تخليش هذه العائله ترمى في الشارع. ايضا ندائي لوزاره الشباب والرياضه مثل ما قال علي وندائي ايضا لوزاره الداخليه بما انه كان في فريق الامن الوطني كان هو شرطي سابق على ما اعتقد كان اوفيسيت بوليس اوفيسيت بوليس وزاره الداخليه تابعين لها الشرطه وهو كان اوفيسي. هذه الزوجه تاعو اي تحمل الاسم تاع سيد احمد بالكدروسي مستحيل وغير مقبول تماما ان تجد نفسها ورانا على ابواب الشتاء او جاي الشتاء وين تروح هذه المراه يعني ما رضوان نكمل نديروا نداء قلنا للوالي والوزير الداخليه اذا ما كانش ما شفناش الرد نديروا نداء لرئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ما نظنش راح يقبل هذه الوضعيه هذه خاصه انه يعرف جيدا سيد احمد بالقدروسي يعرف سيد احمد بالقدروسي يعرف واش مد الجزائر نظن ما راحش يقبل بالوضعيه تاع الزوجه تاعو والبنات تاعو. واضح امين اكسس قالوا كل شيء ولكن بالتاكيد عندك اضافه.
الله شوف بون انا ماشي جينيراسيون ديالي مي كي تشوف سي بوصاخ اللي تنعم شوف لاعب كبير اللي مد المنتخب الوطني ومد الجزائر ولاعب كان في مولدة وهران وهو ابن مدينة وهران ان شاء الله باسكو هنايا على حساب واش تكلمت وكذا زاد تكلم علي محمد انا نظن باللي السلطات المحليه راح يقوموا بالدور تاعها ان شاء الله شوف باش كما قال لك التحكيم من الناحيه الانسانيه باسكو اللاعب بالقدروسي مات توفى ربي يرحمه من الناحيه الانسانيه ماشي كيتش راح يخلوا الزوجه ديالو والبنات تاعو صغار يرموهم الى الشارع باسكو ولا رموهم وواحد ما تدخل ولا ما مدولهمش منزل هذه تكون حاجه كارثيه ما كاتاستروفي